شلونك؟ تمام، انت شلونك؟ زينه؟ بخير الحمد لله. اهلا وسهلا بك. احنا برنامج على المعاشي من شاشه الفرات. بالفتره الاخيره يعني صارت يعني صار الاهتمام بالمظهر اشبه بالحمى اللي اجتاحت العالم، يعني صار الاهتمام بالمظهر زايد عن حده. شلون تشوفي الموضوع؟ هي اشياء دخيله على المجتمع، بحيث انه المجتمع صار كله يفكر بس بالمظاهر الخارجيه، بالشكل، باللبس، بالمظهر. يعني تلقى الشاب أكثر ما يفكر بدراسة، يفكر يثقف نفسه، يهمه الشكل، المظهر الخارجي. وحتى القياس صار بالمجتمع على أساس الشكل، يعني صارت الحاجة الأساسية كأنه بس الملابس وبس الموضة. هسه هذه فقرة المحور عبرناها. هسه عندي سؤال، تجاوبين تأخذين هدية، ما تجاوبين أقول لك باي باي وشكرا على المشاركة. تمام؟ تمام. السؤال يقول: من هو العالم الذي اخترع المصباح الكهربائي؟ العالم أديسون. منو؟ أديسون. عفية عليك، إجابة صحيحة وشكرا للمشاركة. وهذه هدية بسيطة مقدمة من شاشة الفرات الفضائية. شكرا جزيلا. كلمة أخيرة توجهها لكل الشباب اللي يشاهدوننا. والله أتمنى الشاب العراقي يلفت نفسه ويثقف نفسه، يكمل دراسته. هي دراسة لها الأولوية، والمظاهر مو مهمة بقدر ما مهم الجوهر الحقيقي. شكرا جزيلا.